طب انتي بتحبيني انا اكتر ولا بابا؟ يا بابا. الله دي حلوة قوي. صباح الفل يا غزولة يا قمر. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا حبيبة قلبي. بصي انا اروح السوبر ماركت اجيب شوية حاجات، ايه رأيك بقى تيجي تتمشي معايا وتجيبي الحاجات الحلوة اللي نفسك فيها؟ لا يا ماما انا عايزة العب بالتليفون. بقولك تعالي السوبر ماركت اهو، ها عشان انتي مش راضية. لا يا ماما انا عايزة العب بالتليفون. طب خلاص براحتك، انا عموما مش هتأخر. ماشي ماشي. مش عايزة حاجة اجيبها لك وانا جاية؟ ايوه انا عايزة كندر وعايزة ليلي بابا وعايزة حاجات ياما. حاجات ياما؟ اللي انتي عايزاه يا قلبي انا روحي ليكي. حاضر. شكرا يا ماما. مش هتأخر عليكي، ها خلي بالك من نفسك. حاضر. انا امنية. ازيك يا امنية؟ ازيك يا غزل عاملة ايه؟ الحمد لله. بصي ايه رايك؟ الله حلو قوي يا امنية. بصي يا غزل، بصي بابا لسه جايبها لي. بجد يا الله يا امنية دي حلوة قوي. بصي الله يا امنية عجبتني قوي يا امنية. حلوة قوي. ايوه يا امنية. بصي شايفة؟ وحتى كبيرة ولونها حلو قوي يا امنية. اكنها ترتل يا امنية. ايه رايك تعالي معايا بيها بقى؟ ايه ده؟ يا امنية الحقك اتقفل يا امنية. وبابا في الشغل وماما راحت تجيب حاجات من السوبر ماركت، اعمل ايه؟ طب يا غزل ايه رايك تقعدي معايا في شقتي، تقعدي تعالي معايا بالعربية، عادي حد باباكي ومامتك ييجوا. صح يا امنية، فكرة حلوة قوي يا امنية. تعالي يلا اطلعي معايا بالعربية الجديدة. يلا يا امنية. تعالي. بس لا والله لا والله خلاص. مالك يا ماما؟ مالك زعلانه من ايه يعني؟ مش كنت بتلعبي بالورد؟ تعيطي ليه بقى؟ ايه ده يا امنية دي باظت؟ لا يا غزل دي ما باظتش، دي باين عليها فصلت شاحن. فصلت؟ ايه ده يا امنية، هي بشحن مش حجاره؟ لا انت عارفه العربيه دي بتشحن زي التليفون كده بالظبط. بجد يا امنيه؟ انا كنت بحسبها بحجاره. لا بصي بقى، انا دلوقتي هروح احطها في الشاحن وبعد كده نيجي نلعبوا بالكوره. ماشي يا امنيه. يلا يلا تعالي. يا غزل جبت لك الحاجه حلوه اللي انت عايزاها. يا غزوله يا زوزو، انت فين؟ انت نمتي ولا ايه؟ يا غزل الحمام. يا غزل راحت فين؟ غزل راحت فين؟ يا غزل هروح اسال عن محمود البواب. خدي يا امنيه. يلا جدع. يلا يا غزل يلا، لو وقعت بيك تبقي خسران. ماشي. خدي بقى يا امنيه، قعدي فينك ده. ماشي همسكها برضه. شفتي بقى اهو، مسكتها. اندل اندل اندل، والله ما فيكم جدعان. لما اشهد لكم رجاله كلكم لما بتحضر نسوان. طب بصوا الخطه الجايه. انا محمود. محمود يا مدام، ما شفتش غزل بنتي نزلت من قدامك؟ لا ما نزلتش من قدامي خالص، ما نزلتش. لا يعني ايه؟ انا قاعد هنا من ساعة ما حضرتك نزلت الصبح وما اتحركتش. عم محمود خلي بالك، بتدندنوا انا والولا. خلي بالك يا عم محمود، انت قاعد نايم في العمارة، يعني ازاي مش واخد بالك مين طالع من نزل من العمارة؟ ازاي يعني؟ ثواني بس، مش نايم ولا حاجة ولا عوكل. شفت غزل بنت الأستاذة آية؟ لا انا ولا بحبها ولا بحب طنط آية عشان بيزعقولك يابا. بتقول ايه يالا؟ عشان مين ما بحبهمش؟ ما بتحبهمش؟ بتقول ايه يالا؟ ما بحبهمش. اتساغت يالا. ما تخليه عيد تاني يا عم محمود، قول له تاني. ما ايه ولا ما بحبهمش؟ انت هتغني عليا يا عم محمود؟ في ايه الهزار ده؟ بتزعقي كل حاجه بالهدوء طالما انا طمنت. بزعقولك يا بابا. ثواني، قلت لك غزل الاستاذه غزل ما نزلتش، يبقى اكيد بتلعب مع حد من سكان العماره. يعني فوق ادور عليها فوق؟ والله ما بكذب عليك، ما اتحركت من مكاني. طيب ماشي يا محمود، وعلم ابنك الاحترام، يكلم الكبير ازاي؟ عشان يعني ايه؟ امد ايدي عليه. مفيش دعوه بحاجه تخصك انت وابنك. لا امد ايدي عليه ولا يلا ولا امد ايدي عليك ما تزعقش تاني. يلا كده يلا جدع. ثواني بتكلم يلا تسمعني. عجبتني يلا. ايوه اللي زعق لابوك.
انت الدين وانت ايه؟ الدين. انت ايه؟ الدين. ايوه. ارابيلا مسلسلة. ايوه شلبون. ارابيلا مسلسلة. ايوه شلبون. سا 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 ايكي ايكي واي. يا رب سلم. ازيك يا ام غزل؟ عامله ايه؟ ازيك يا ماما؟ كان عامله ايه؟ مالك في ايه؟ هي غزل بنتي مش عندكم بتلعب مع مكه؟ غزل بنتك؟ ايوه. لا غزل مش عندي، مكه بتلعب لوحدها. ماشي، اصل انا كنت في السوبر ماركت نزلت اجيب حاجات وغزل قالت لي مش هروح معاكي يا ماما هقعد في الشقه، فبس رجعت ما لقيتهاش مش عارفه راحت فين، وغزل اصلا عمرها ما بتطلع من بيت الشقه لوحدها. طب انت ازاي سبتيها في الشقه لوحدها؟ ايوه انا بنتي مكه ما ينفعش اسيبها في الشقه لوحدها خالص. ايوه حتى لو هتاخرني شويه لحد ما البسها وهتزهقني شويه في السوبر ماركت وتطلب طلبات اكتر، بس ما ينفعش اسيبها. ايوه صح، انت غلطانه ان انت سبتيها. عندك حق. انت ما تلبستيش باب الشقه؟ لا لا مش متلبسيه، سايباه مفتوح. ما انا قلت لها خلي بالك من نفسك يا غزل واقعدي، وهي بتقعد هاديه بصراحه اول مره تعملها معايا. لا انت غلطانه بصراحه، انا مش عارفه اعمل ايه. زمان هي بتلعب. بتلعب يا مع هندي يا مع فيروز يا مع امنيه، انا بشوفها بتلعب معاهم على طول. ايوه ممكن صح، عندك حق، ممكن عندك حق. يا رب سلم يا رب. ان شاء الله هتلاقيها. ماشي انت كده بس، وان شاء الله هتلاقيها. يا رب يا رب تعيدي ايدي لي يا ماما. الله ربنا يطمنك عليها. ماشي ربنا يخليك يا ماما. شكرا اسفه على الازعاج والله. انا اي حاجه. ماشي عن اذنك. اتفضلي تعالي يا مكه ادخلي حبيبتي. تاني ايوه خميس جمعه. يلا 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 هقول سات حد اثنين ثلاث اربع خميس. لا دي تشيل انت والله يا امي يا مرتي. كنت بتقول جمعه. اه كنت بتقول جمعه. ايوه حاضر. ايوه مين؟ ايوه حاضر. انا سلام يا ام غزل. معلش النبي يا ام هند. في ايه مالك بس؟ غزل بنتي مش عندك؟ لا غزل ما شفتهاش النهارده. امال راحت فين؟ في ايه بس؟ في ايه اللي حصل؟ اصل انا رحت السوبر ماركت اشتري شويه حاجات، وغزل قالت لي يا ماما انا هقعد في البيت هنا لوحدي، رجعت ما لقيتهاش في البيت. انت بتقولي ايه؟ انت سايبه بنتك لوحدها في البيت؟ ايوه هي والله اللي صممت، قلت لها تعالي معايا قالت لي لا. لا انت غلطانه، المفروض تاخديها معاكي كل حته ما تسيبهاش لوحدها. عارفه. طب سالتي عن محمود البواب؟ سالت عن محمود البواب قال لي ما نزلتش من قدامي خالص. طب سالتي عليها عند اولاد سكان العماره؟ ايوه سالت عند ام مكه بس لسه الباقي. طب شوفي عند الباقي يمكن بتلعب مع حد. يا رب سلم يا رب. ان شاء الله هتلاقيها. ان شاء الله خير هتلاقيها ان شاء الله. اول مره غزل تعملها وتطلع من باب الشقه. انت اللي غلطانه، انت اللي غلطانه، المفروض تاخديها معاكي كل حته. عندك حق والله انا اللي ان شاء الله هتلاقيها. قولي يا رب بس ان شاء الله. يا رب يا رب سلم. ان شاء الله ربنا يطمنك عليها. شكرا شكرا يا مهند، ربنا يخليك. شكرا. تعرفي يا مكه يا حبيبتي دي رساله من ربنا، انا كنت هسيبك في الشقه لوحدك واقول لك معاكي التليفون والعبي فيه لحد ما انا اروح اجيب حاجات من السوبر ماركت واجي. اه يا دادا. لا يا حبيبتي انا مش هسيبك لوحدك، انا هاخدك معايا. ايه يعني اتاخر 10 دقايق لحد ما البسك وانزلك معايا؟ مش مشكله، اهم حاجه اكون مطمنه عليكي. ليكي عبه دي اللي بتعيط. والله انا ما فاهمه حاجه يا مكه. برنس مصر دي كاس 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 على طول الموضوع ملوش حدود. مش شايف استاذ محمد لو سمحت ما شفتش غزل بنتي؟ غزل بنت حضرتك؟ ايوه. لا ما شفتهاش، في حاجه ولا ايه؟ اصل انا رحت السوبر ماركت كنت بشتري شويه حاجات وسبتها في البيت لوحدها، رجعت ما لقيتهاش في الشقه ومش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه والله بتكلم بجد. مش عارف راحت فين، بس على فكره انا شفت واحده على السلم منقبه اول مره اشوفها. نهار ابيض، دي بتعمل ايه هنا يعني؟ معرفش والله. يعني المنقبه دي ايه دخلها بغزل؟ يعني مش فاهم. انا مش عارف بس انا اول مره اشوفها في العماره هنا. لا استاذ محمد بالله عليك ما تقلقنيش، ما توجعليش قلبي اكتر من كده والنبي. لا انا مش عارفه اعمل ايه، ده منقبه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الكل خطف الغزل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. طب سالي عن محمود البواب. سالت عن محمود البواب والله، سالته قال لي ما نزلتش ولا طلعت. عم محمود البواب ده قاعد نايم قاعد نايم. ان شاء الله هتلاقيها. انا اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه؟ طب خبطي على اصحابها. خبط على اصحابها؟ طيب ماشي ماشي ماشي. شكرا شكرا استاذ محمد على اذنك على اذنك. بص يا مكه، ايه رايك في الطقم ده؟ تلبسي الطقم ده؟ والبنطلون ده؟ ايه حلو؟ انا بحبك قوي يا كوكي. تعالي في حضني يلا. حبيبتي يا كوكي. نعم. مين ده؟ طب انت بتحبيني انا اكتر ولا بابا؟ يا بابا. ايه؟ بابا. خلاص انا هسيبك الشقه لوحدك. يا رب سلم يا رب يا رب سلم. مكة ازيك يا ام غزل عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي يا مكة. ما شفتيش من اللي غزل بنتي ما كانتش تلعب معاكي؟ بصراحة
ايوه بصراحه انا زعلانه من غزل قوي. ليه يا مك؟ انا هحكيلك يرضيكي. احنا كلنا انا وغزل وامنيه وهند كنا بنلعب استغمايه وغزل اللي كانت فيها. يرضيكي يعني غزل تمسكني اول واحده. مكة حبيبتي مش وقته دلوقتي، غزل ما جاتش تلعب معاكي. استني بس ما انا جايلك في الكلام اهو. انت عارفه كانت مأجره عجله، فالعجله بصراحه لقيتها ماشيه بيها والعجله جميله. رحت قايله لها بقولك ايه يا غزل ينفع لفه؟ ما رضتش ابدا واستحيل عليها وما ترضاش وتقول لي لا. مكة حبيبتي غزل جت تلعب معاكي ولا لا؟ يا فهمت ما انا جايلك في الكلام اهو. انت عارفه مره بقى كنت ايه، كنت جايبه كيس شيبسي وغزل قالت لي ايه ينفع يا مكة تاكليني معاكي؟ قلت لها حاضر يا غزل، ده انت زي اختي بالظبط يا غزل، ده انت صاحبتي حبيبتي. واكلتها معايا. طب انا بعملها حلو هي بتعاملني وحش ليه؟ يا مكة جت غزل جت النهارده عندك ولا لا؟ جت تلعب معاكي ولا لا؟ ردي عليا. طب بصي بلغيها رساله قولي لها مكة زعلانه منك وبصراحه انا ما شفتهاش. ما شفتهاش؟ انا اللي غلطانه واستاهل ان انا جيت رنيت عليكي الباب وسالت. والله انا اللي غلطانه. مين؟ امنيه حبيبتي، امنيه حبيبتي معلش ما شفتيش غزل بنتي ما جتش تلعب معاكي. غزل عندي جو بجد يا امنيه. ايوه يا غزل يا غزل. فالمهم الباب اتقفل وقالت لي ان بابا وماما مش موجودين، فقلت خلاص يا غزل تعالي اطلعي عندي فوق وقعدي العبي معايا بالعربيه بتاعتي الجديده. طب يا امنيه حبيبتي طيب مش تستنيني على السلالم اول ما اجي تقولي لي ان غزل معاكي وبعد كده العبوا زي ما انتوا عايزين يا حبيبتي؟ معلش تبلغيني. طب قولي لعم محمود البواب ان غزل عندك اي حاجه حبيبتي اعرف بيها. انا دختي يا امنيه وتعبت خالص والله قلبي وجعني على غزل. انا ما كنتش عارفه ان انت تقعدي تدوري عليها والله. كده برضو يا غزل كده برضو يا غزل تنزلي تطلعي من باب الشقه يا غزل من غير ما تقولي لي وتستاذنيني ينفع كده؟ من امتى انت عملتي كده؟ من امتى؟ ردي عليا. انا اسفه يا ماما كنت مش عارفه اعمل ايه افتحه ازاي. الحمد لله الحمد لله يا امنيه ماشي حبيبتي الحمد لله حصل خير الحمد لله ماشي شكرا يا امنيه حبيبتي. عفوا عليك. يلا معايا تعالي معايا يلا. ينفع كده يا غزل؟ ينفع خضتيني ووجعتي قلبي عليكي كده يا غزل؟ انا اسفه يا ماما مش هعمل كده تاني. انا اخر مره اخر مره يا غزل وانا اللي غلطانه اسيبك لوحدك في البيت اخر مره. انا اسفه يا ماما مش هعمل كده تاني. غزل ما ينفعش يا حبيبتي تفتحي باب الشقه لحد وانا مش موجوده، وما ينفعش تطلعي بره باب الشقه لوحدك. ما ينفعش يا حبيبتي، افرضي لا قدر الله جرى لك اي حاجه انا هعمل ايه؟ انا اسفه يا ماما. ماشي يا غزل ما تعمليش كده تاني عشان ما ازعلش منك. حاضر. يا غزل انتي وجعتيلي قلبي يا غزل، انا لفيت على العماره بيت بيت يا غزل وشقه شقه يا غزل. لا اسفه يا ماما. حبيبتي انا خايفه عليكي والله انا بعمل كده خايفه عليكي. انا مش هعمل كده تاني يا ماما. ماشي يا حبيبتي خلاص الحمد لله ان ربنا ستر وانتي كويسه. الحمد لله الحمد لله.